صافي نخدم فلسطين. لا بقى زين. سوق زوين شي بركه، ثمن زوين، ثمن زيد شويه على حسب العلف اللي غالي، كل شيء راه غالي في العلف، وكل زاد فيه دابا خروف زايده فيه 1000 درهم، وني حتى العلف راه غالي، كل شيء غالي. والسوق راه شي بركه، الثمن راه زوين، كاين كاينه 60، كاينه 55، كاينه 70، كاينه 72، ثمن الوقت. الله يحسن العوال اللي بيشري حتى اللي بيبيع، باش ما بعتي كاع تبيع ب 70 ولا 75، الناس ما عاد يسلك والو. ما كاينش العلف غالي. واللي عرف كيف تلف دحات الفلوس بيت والخروف غالي مشلا وغالي في تلعف اللي غلا من ذاك العام لهذا العام زيد 1000 درهم الخروف مزيدة 1000 درهم 900 درهم 800 درهم مزيدة في الخروف من ذاك العام لهذا العام الجودة كاينة الجودة المليح كاين كلشي الدواء الحاجة نقية عرفنا كلشي مزيان تاكل غير الشمندر والنخولة والشعير والفصة اليوم السوق تحل اليوم الأول ثمن زوين كاين الناس كلشي كاين كلشي كيشري الحمد لله السلعه دخلنا ما عرفتش 60 هادشي بقاو فيها بقاو فيها شي 10 ولا ما عرفتش كل شيء المسكين يضحي لاباس عليه يضحي كل شيء هادي يضحي بخير وعلى خير يضحي المسكين واللي لاباس عليه كل شيء هادي يقضي غراض نطلب السرديل ونطلب مزيان فيه الثمن زوين السرديل كاين حتى 5000 درهم 5500 5600 غير جات حتى الانسان كيداير السوق غالي هاد العام بينا كاين العلف غالي وكاين الثمن كل شيء غالي ايوا هادشي اللي طلع وراه هاد بالنسبه لهاد السومه راه ما غاليهش هاد الغلب ب 64 راه ما غاليهش 64 اخويا العلف اللي غالي 120 الكيلو كيما كان كي الشمندر كي السكاليم كي الحبوب كاع كلشي غالي وهاد المسكين كان كي غادي يدير مسكين تاي الكصاب راه تيتعذب فلوسو ما غادي يعلف عامين هادي هو تيوكل هذا نعلفوا الشعير البلدي نعلفوا الرويزه علفنا الشمندر النخاره تتقهرنا الفصه فص قالنا على الفراش ديال الدار ما بعناش شويه الناس تدور ومازال ما قاسناش المشرى راه مصيرين وصلنا قطعه انا وصلنا 300 ريال تجيبي عرام ديال غمزه انا خسرت اليوم 30000 ريال اصلا ما شديت فيها تاخر ما تسفلت فيه مازال ما كان لا بيع لا شراء كاين على الناس تدور والغلم تطيف في السوق هادشي اللي طلع والسوق مزيان وجه البركه والعلف اللي غالي شويه ألف راه 100 ريال من ديبر والكساب مسكين مرت وصوف الله يكون في العون وراه بنادم لا اللي باغي يعيد مرت ولا اللي باغي يبيع تا مكرفص اختلاف بزاف على ذاك العام مزيود 10 12 14 في البهيمه و 20 فايت المعدل على عام الاول عام الاول راه كاين اللي معيد عب بلا فلوس وشويه كاين الناس اللي تقداو شويه كيتقداو الناس مساكن راه واخا هكاك راه الناس كتقدا والله يكون في الهوال الجميع والناس هنا كتعيد كل شيء الحوليه الحولي كاين اللي كيعيد بالعجله كاين كله على المستوى ديالو الناس راه مكرفصه راه معلفه معلفه ومكرفسين الناس والله الا مكرفسين العلف اللي غلات شي مال الثمن راه كاين والمليح المليح كاين والثمن كاين تزاد العلف الرويزه ب 70 كانت ب 70 تا ولات 110 السيكاليم تا هو كان ب 70 تا ولا ب 110 العلف اللي غلى دابا هادشي راه هو اللي الثمن راه باقي هو هو والحولي مزيود 14000 1000 درهم حتى 1000 درهم والمليح في المليح كندوي لك انا على المليح كاين المليح ماشي ما كاينش كاين المليح هذاك الشيء الرزق كلهم عم تلاقى كاينه حتى 140 كاينه 60 كاينه 50 كاينه 80 كاينه 70 كله على جهده حاجه سرديه مليحه هي اللي مطلوبه الناس بغات المليح الناس كطالب في المليح بغات المليح واخا شتي الناس كاع هكا كتشد حاجه مليحه حاجه اللي تحمر لها وجهها لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس